طيب خليني الأول أرحب بدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أهلا بك دكتور. أهلا سيادة النائب، أهلا أستاذ ربنا يخليك. دكتور طارق، الحيرة تتملكني، أبدأ من القدس ولا أبدأ من سد النهضة؟ وكلاهما شديد الأهمية، القدس والقضية الفلسطينية هي القضية المركزية المصرية، وسد النهضة هو قضية المصير والوجود، تحب نبدأ من مين فيهم؟ تفضل حضرتك. طبعا الملف الأمني المائي هو الأهم في هذا التوقيت. كيف ترى تصريحات وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري حول هذا الملف في إطار اجتماع وزراء الخارجية العرب، وتطلع مصر إلى موقف داعم واضح من المجتمع العربي؟ هو بالتأكيد طبعا ما أشار إليه وزير الخارجية سامح شكري اليوم في اجتماع الجامعة العربية يؤكد فيه على الثوابت المصرية في ملف الأمن المائي وتأكيد الحقوق المصرية المباشرة، خصوصا وأنه القاهرة أعلنت أنه جولة المفاوضات اللي اختتمت أواخر الشهر الماضي لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الأثيوبي، وبالتالي كان مهم للوزير سامح شكري أن يقول أن التوجه الأثيوبي الأحادي فيما يتصل بتشغيل سد النهضة هو توجه لم يأتي بجديد، وبالتالي كان هناك تأكيد على الثوابت المصرية والعربية. هناك دعم كما تعلم حضرتك سيادة النائب، دعم عربي من جامعة الدول العربية ومن أغلب الدول العربية المؤيدة للحقوق المصرية، فبالتالي الرسالة اليوم من الجامعة العربية بتشير بطبيعة الحال إلى استمرار الجامعة العربية في دعم ومساندة الموقف المصري، لأنه طبعاً المواقف الأخرى تحتاج إلى مراجعة، يعني المواقف المتعنتة من الجانب الآخر تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى موقف مباشر في هذا الإطار، خصوصا وأن القاهرة كما تعلم رحبت حضرتك بكل التطورات بعد اجتماع لجنة الجوار، وطبعا الاجتماع الخاص بدول الجوار الإقليمي للسودان والاتفاق على 4 أشهر ل يعني الاستمرار في التفاوض، وعقدت جلسة تفاوض، لكن من الواضح أنه الجانب الأثيوبي ما زال على موقفه متبني طبعا الإجراءات الأحادية، وبالتالي أنا أعتقد أنه نقطة من أول السطر موقف مصر يعني موقف واضح ومباشر وموقف لا يحتمل أنصاف حلول أو أشباه خيارات، وما قاله الوزير سامح شكري اليوم هو تأكيد لما كنا في البداية وأكدنا حضرتك أنه يعني نبدأ التفاوض ونبدأ التفاوض بحذر لعنصر الوقت، وخصوصا مع تزامن ما يجري مع ملء الملء الرابع للسد الأثيوبي، وبالتالي أنا أعتقد تسجيل موقف مصر اليوم في الجامعة العربية أمر مهم، لازلنا نؤكد على حقوقنا ونؤكد على ثوابتنا في الملف، واعتقد انه الدعم العربي مهم في هذا التوقيت. طبيعه الدعم العربي اللي المفترض نجده واقعيا على الارض بخلاف الدعم السياسي الشفهي والتأييد لموقف مصر وحقها في المياه وحقها العادل وكل الكلام ده كلام انا اقدره واحبه واجله وسعيد بيه. السؤال يا دكتور طارق، هل هناك من مواقف تصبح واضحة عملية تؤكد الدعم العربي؟ يعني قولا واحدا، مطلوب ترجمة الأقوال إلى أفعال. بعد عدة أيام ستبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الجديدة، وأمام العالم على القادة العرب وعلى الجامعة العربية أن يحددوا في كلمتهم سواء كان على مستوى الرؤساء أو الملوك موقف داعم مباشر للموقف المصري. هذا أمر مهم في هذا التوقيت، وهذه أمور يعني واقعية لا تحتاج إلى أنصاف حلول، بمعنى زي ما حضرتك أشرت ما هي الإجراءات، ما هي التدابير العربية المباشرة لدعم الموقف المصري. قولا واحدا، هذا الأمر أعتقد مهم للغاية في اجتماع الجمعية العامة باعتبارها منصة عالمية لتسجيل موقف عربي من قبل الدول العربية المعنية بالموقف المصري ومؤيدة للموقف المصري ببيانات دبلوماسية، أن يترجموا هذا أمام المنصة الدولية. المنصة الدولية في الجمعية العامة أمر مهم للغاية، تحسبا طبعا لأي ارتدادات من الجانب الآخر، وأعتقد أنه
الجامعة العربية تستطيع أن تباشر هذا الأمر مع الدول العربية الرئيسية، وأن يكون الأمر واضح في جمل مباشرة بتأكيد الحقوق المصرية في هذا الملف، وتأكيد للدعم العربي سواء على مستوى الدول العربية أو على مستوى المجموعة العربية في الأمم المتحدة. يعني في إجراءات أنا أعتقد تتجاوز الرمزية في هذا الإطار. حقوق مصر حضرتك سيادة النائب واضحة، موقف مصر واضح، وموقف مصر بتعبر عنه الدولة المصرية على أعلى مستوى، وهناك موقف راسخ أي لم يتغير تأكيدا للحقوق المصرية في إطار طبعا الاستمرار المفاوضات والدعوة للمفاوضات وإقرار طبعا آلية التفاوض بصورة كبيرة، ومعنا طبعا بطبيعة الحال أشقاء السودانيين. إذن مطلوب بقى ترجمة هذا الأمر سيادة النائب إلى إجراءات وإجراءات دولية قبل أن ننتقل إلى أي مسار آخر، سواء طيب. من خلال الاتحاد الإفريقي أو من خلال مجلس الأمن. طب دكتور، يعني أنا متأكد أن هناك دول عربية كثيرة لن تستطيع أن تقدم لنا سوى الدعم السياسي حتى أمام المنظمة الأممية، أما أن هناك دول أخرى تستطيع أن تقدم لنا دعما بشكل مختلف مثلما فعلت سابقا في وقت حربنا في 73 وأوقفوا مد وتصدير البترول للدول التي كانت تقوم بدعم الكيان الصهيوني المحتل. هل أنا الأوان لأنه هذه الدول نفسها تقريبا تأخذ نفس المواقف وتستطيع أنها تجمد استثمارات، تستطيع أن توقف معونات، يعني تستطيع أن تفعل الكثير؟ نتمنى بطبيعة الحال أن تقدم الدول العربية الرئيسية التي تستثمر في الجانب الأثيوبي وهناك لها مشروعات عديدة أن تقوم بهذا. مصر حضرتك صاحبة الفضل على النطاق العربي بأكمله، ونحن لا نمن على أحد. كما تعلم مصر وقفت مع الجميع، ومصر أيدت ودعمت الأشقاء العرب والأفارقة، والمطلوب الآن أن يكون هناك وقفة، لأنه حتى اللحظة الأخيرة قبل أن تبدأ مفاوضات الأربعة أشهر كنا متفائلين وكنا نتمنى أن نصل إلى حل توافقي، أما وإن توقف الأمر بهذه الصورة فبطبيعة الحال لابد كما أشرت حضرتك سيادة النائب أن تكون هناك إجراءات عملية وإجراءات مهمة وإجراءات مباشرة، يعني تجميد الاستثمارات أو وقف العمل في بعض المشروعات. هذا أمر مهم، القضية ليست اقتصادية والقضية ليست عملية تنمية، وإنما هذه أمور متعلقة بأهمية هذا الملف في الجانب المصري، وبالتالي على الأشقاء العرب أن يترجموا بقى الأقوال إلى أفعال وبصورة مباشرة. وكما ذكرت لحضرتك نحن لا نستجدي أحد، هذه حقوق مصر الكبيرة، وبالتالي أنا أعتقد أنه مطلوب أن تتحرك الجامعة العربية في هذا النطاق، وتتحرك الأمين العام، ولابد أن يكون هناك عدد من المبعوثين لبعض الدول العربية والإفريقية على هذا النطاق. أعتقد ده مهم جدا، وأن نتجاوز الإطار الشكلي في التعامل مع الملف. مطلوب من الدول العربية الرئيسية أن تراجع مواقفها وأن تنتقل من الدعم المعنوي أو الرمزي أو الدبلوماسي إلى إجراءات حقيقية فعالة دعما للحقوق المصرية في هذا الملف، بالإضافة طبعا لضرورة تحرك الجامعة العربية سواء على مستوى الإجراءات أو على مستوى تبني المواقف، سواء على مستوى الدول العربية أو الإفريقية أو حضرتك أيضا في الأمم المتحدة، تحسبا أن ننتقل إلى مسار آخر، لأنه كما تعلم الأمر في الاتحاد الإفريقي لم يتغير، وبالتالي نحن نتحرك على مسار الجامعة العربية. طبعا الموقف الاثيوبي كما تعلم سياده النائب كان متحفزا، وابدى ملاحظاته على وجود الملف في الجامعه العربيه في حينما عرض عليها منذ عده اشهر، وبالتالي لابد من خطه عمل كامله. هذه الخطه العمل الكامله تقوم بها الجامعه العربيه وتقوم بها الدول العربيه التي لها وجود، وان الاوان ان نسمي الاسباب مسمياتها. استثمارات موجوده ستخدم مشروع السد، ستخدم المشروع السد الأثيوبي، وبالتالي لابد من وقفة حقيقية. حضرتك قارنت بين فترة 73 حرب 73 وبين اليوم، هذا أمر وهذا ملف مهم بالنسبة لمصر إذا كان هو مشروعات تنمية وغيره، لكن بالنسبة لنا قضية الأمن المائي قضية مهمة وعلى رأس أولوياتنا، ونحن ندافع عن حقوقنا. يعني هذه حقوق المصريين وحقوق متعارف عليها وفق قواعد القانون الدولي، ومصر ملتزمة حتى هذه اللحظة بالتفاوض وبآلية التفاوض
الوصول إلى توافق يرضي جميع الأطراف. وبالتالي يعني هي ستكون الآن ما بين الدول العربية الرئيسية التي لها استثمارات في نطاقها وفي مشروع السد، بالإضافة طبعا إلى تحرك الجامعة العربية سواء كان على مستوى المبعوثين، ولا بد أيضا من حركة مباشرة من قبل وزارة الخارجية، حتى لو اقتضى الأمر زيارات مكوكية لوزير الخارجية سامح شكري لتغيير الصورة ونقل الصورة كاملة طبعا في تحرك تجاه الأمر في الفترة المقبلة. كما ذكرت لحضرتك لابد من خطة عمل متكاملة تأكيدا للحقوق المصرية ووقف ما يجري في بعض هذه المشروعات المقبلة. يعني طب دكتور وبرضه صححني، يعني مصر ليست مدينة لأحد بل الكل مدين لمصر، حتى في وقت 73 كان الكل مدين وإلا كان كل هيؤكل. ده واحد. اتنين، مصر وقفت بجانب الكل، إما أنها دافعت عن البعض بجيشها وعتادها وسلاحها، أو أنها استخدمت قواتها الحيوية في التكشير عن الأنياب أحيانا، أو بالتفاوض أحيانا تجاه من هدد أراضي عربية وحتى وقت قريب. وفوق كل ده لولا الجهد اللي بذلته مصر في حربها على الإرهاب، سواء إذا كانت الحرب المباشرة بالجيش المصري أو الحرب عن طريق الأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية اللي ركعت كل أمراء داعش والقاعدة في المنطقة، كان الشرق والغرب العربي هيؤكل عن بكرة أبيه، وبالتالي الكل مدين. لماذا يتباطأ البعض؟ يعني الكل مدين للدولة المصرية بكل مستوياتها. يعني ربما حضرتك أشرت إلى ما أدته القاهرة من دور، وهو دور حقيقي لا ينكره أحد، ونحن ربما يعني تكون شهادتنا مجروحة في هذا الإطار، لكن هذا هو الواقع. ما تحدثت فيه سيادة النائب هو الواقع. مصر قدمت الكثير للدول العربية وللدول الإفريقية، وقدمت لنطاقاتها يعني كثير من الأمور، في جزء منها مواجهة الإرهاب بهذه الصورة. لدينا تجربة في مواجهة الإرهاب كان يمكن أن يعم الإقليم بصورة كبيرة، بالإضافة طبعا لحماية الأمن والاستقرار في الإقليم بصورة كبيرة. مصر قدمت نموذج كبير يشيد به الجميع خارج الإقليم. وبالتالي يعني لا نريد أن نشير إلى بعض الحقائق التي ربما تنساها البعض. مصر وقفت بجانب الجميع، سواء كان في مراحل صعبة مر بها النظام الإقليمي العربي، سواء كان مع الدول التي عانت ولا تزال تعاني، ومصر لا تزال تقف تسجل مواقفها تجاه الأشقاء. وقدمنا أثمن ما لدينا، يعني دربنا جيوش عربية، أمنا بمناورات بتدريبات كثيرة، ذكرنا أن أمننا القومي يتمدد وتماس إلى أمن الأشقاء في الخليج وإلى المنطقة المغربية، ويعني تحركنا يمينا ويسارا في هذا الإطار. الرسالة الآن هي لابد أن يكون هناك موقف من الأشقاء سواء كان الدول العربية أو الدول الإفريقية لمحاصرة الجانب الأثيوبي وإقناعه بصورة كبيرة. طبعا في مراحل معينه كان هناك وجود امريكي ايام اداره الرئيس ترامب كما تذكر، وكان هناك اتفاق اعلان واشنطن الذي لم توقع عليه وقتها السودان، لكن اليوم نقطه من اول السطر نريد ان نقول ان المنطقه ستشهد حاله من عدم الاستقرار اذا استمرت الخيارات الانفراديه سواء من قبل اثيوبيا او من غير اثيوبيا، لان القضيه الان في اننا نطالب بإقرار الحقوق المشروعة للجانب المصري، وهي حقوق لن يستطيع أحد أن يعني ينكرها أو يستبعدها في هذا الإطار. وبالتالي حقوق مصر محفوظة وقواعد القانون الدولي منظمة في هذا الإطار، ونستطيع أن ندخل في كثير من آليات التفاوض في هذا الإطار. أما وأن ينكر الطرف الآخر سيادة النائب هذا ويشتري الوقت، يعني ما يحدث الآن هو شراء الوقت صحيح إلى هذه الأهداف. وطبعا لا أتحدث هنا عن الملء الرابع والملء الخامس، هذه أمور تأتي في سياق أمورها كأمور فنية. أتحدث هنا سيادة النائب عن الخيارات السياسية، أتحدث عن الأدوات الدبلوماسية. وبالتالي على الأشقاء العرب والأشقاء الأفارقة أن يتبنوا مواقف مباشرة في هذا الإطار. هناك إجراءات عديدة يمكن أن تتخذ على هذا المستوى، وجزء منها بطبيعة الحال هو أننا نطالب بحقوقنا. لا نريد أن نقول هذه حقوق المصريين في هذا الإطار، وأنا الأوان أن نسمي الأمور بأسمائها. وأنا أعتقد أن الدولة المصرية بأجهزتها ومؤسستها قوية وأقوى مما يتخيل البعض، لكننا ما زلنا نقرر أن التفاوض والوصول الحلول التوافقية هو الحل للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
والله صحيح يا دكتور، يعني هو مصر الحقيقة أظن ضربت نموذج تفاوضي مذهل، 10 أو 11 سنة من المفاوضات المستمرة وبصبر لم ينفذ حتى هذه اللحظة. اللهم جنب الجميع الغضب المصري، والله العظيم. يقروا بقى وصايا الحجاج ابن يوسف الثقفي، يعرفوا يعني ايه اللهم جنب الجميع الغضب المصري. شكرا جدا ليك يا دكتور، كل الشكر الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسية.